موسم الحج عند المسلمين معروف فين مكانه وتوقيته ومناسكه، بس تخيلوا كذا انه في بمحافظة حضرموت موسم حج مختلف تماما عن اللي نعرفه. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو تتابعوني من الفيس لا تنسوني من اللايك والشير، ويلا نهدى. في قرية صغيرة تابعة لمديرية الصوم في حضرموت واسمها شعب هود، هذه القرية يحصل فيها مزار سنوي شبيه تماماً بالحج، ويحصل في بداية شعبان، ويوصل عدد الزائرين لهذه القرية حوالي 300,000 من مختلف المحافظات اليمنية والعالم كمان. وفي هذه القرية يعتقد أنه موجود فيها قبر نبي الله هود، وأصلاً تتمثل الزيارة السنوية بزيارة القبر نفسه. صدقوا يا جماعة أنه هذه القرية تكون شبه خالية بقية السنة، وتنتعش الحركة فيها والأسواق في موسم الزيارة فقط. حتى زمان في أيام الجاهلية كانت هذه القرية عبارة عن سوق تجاري من أسواق العرب المشهورة، وكان اسمه سوق الشحر. وهذا كله مربوط ارتباط تام انه قبر النبي هود موجود في سفح الجبل اللي انعمل فيه مسجد، لانه يقال انه النبي هود مات في بلاد الاحقاف اللي هي في حضرموت، واصبح وجود قبره متواترا بمحله بشرق حضرموت على سفح الجبل المعروف بشعب هود القريب من كهف برهود. يصل طول القبر حوالي 5 أمتار، وبنيت عليه قبه بيضاء تحتها صخره كبيره يقولوا لها الناقة. ويعتبر قبر النبي هود أكثر الأضرحة قدسية عند أهل حضرموت، بس يا حبايب موضوع القبر مش أكيد بصراحة، وما فيش عليه إثباتات، ويظل موضوع معقد، لأنه من ناحية ثانية ظهرت بعض الآراء المختلفة عن قبر النبي هود، زي اللي يقول لك إنه موجود في وادي السلام في النجف العراقية، والبعض الآخر يقول إنه في دمشق، واللي يقول إنه قريب من بئر زمزم. يعني حتى العلماء ما اتفقوش على تحديد مكان القبر بشكل محدد ودقيق، علشان كده نظل نقول إنه مجرد اعتقاد. الزائرين في هذا الموسم من كل عام هم من الطائفة الصوفية، ولهم طقوس معينة يتبعوها، وأهمها إنه الزيارة هذه تخلو من تواجد النساء تماماً. طيب ليش؟ هذا السؤال مهم. وإلى الآن وبالرغم من تواجد وسائل النقل الحديثة، إلا إنهم ما زالوا متمسكين بالطرق القديمة، زي مثلاً استخدام الجمال. طبعاً قبل بدء الموسم يكون في تحضير ودعاية وترغيب للناس للزيارة، ويعملوا حاجات كذا يسموها التهويدة، وتكون بعد صلاة العشاء ووقت خروج المصلين من المساجد، ويتم ترديد عبارة بصوت جماعي هودقة هودقة هود نبي. ويستمر الموسم إلى 4 أيام علشان البحث عن الطمأنينة والسلام الروحي، مع ترديد الأناشيد الصوفية أثناء عمل الطقوس، ويحملوا أعلام باللون الأحمر والأخضر. وبلدة تريم يا حبايب وأهلها هم أساس الزيارة هذه، علشان كذا كل الترتيبات تقوم بها بالأول مدينة تريم، وبعد كذا تجي بقية المدن زي سيئون وباقي المدن المجاورة. وزي ما قلنا أول إن مدة الزيارة هي عبارة عن 4 أيام، في اليوم الأول يبدأ قبل الفجر ويمتد لغاية طلوع الشمس، واليوم الثاني يكون في المساء ويبدأ بعد صلاة المغرب، ويجلس الزائرين يقرأوا سورة هود وتنتهي بعد صلاة العشاء، والأيام الباقية يخصصوها للاغتسال في النهر القريب من قبر النبي هود، وبعدها يستعدوا لأداء مراسم الزيارة، وقبل التحرك يصلوا 2 ركعة سنة الوضوء في مسجد حصاة عمر، وبعدها يتجهوا إلى بئر التسلوم. طبعا المراسيم تتم بحضور كبار الشيوخ من المذهب الصوفي، وفي اليوم 10 من شعبان تعتبر عندهم يوم الوقفة، ويقولوا فيه من أدرك الوقفة أدرك نصيبه من أجر الزيارة. وطبعا بعد ما يخلصوا كل هذه المراسيم يحرص الزائرين انهم يشتروا الهدايا لاهلهم من السوق التقليدي زي الحج تماما، وتتمثل الهدايا هذه في الكعك والسمسم والمساويك والثياب والعاب الاطفال. ونحن قلنا في البدايه كمان انهم يستخدموا الجمال، لانه بعد ما تنتهي الزياره يقوموا بسباق للابل في تريم، وهذا التقليد يعتبر من التراث اللي تتميز به مدينه تريم. وتظل زياره قبر النبي هود يا حبايب في حضرموت تحتاج الى البحث لعرض التفاصيل، لانه بالرغم من انه هذا الموضوع يعتبر ديني، الا انه كمان يعتبر موروث ثقافي يعبر عن هوية بحالها. في الأخير شكرا لصاحب فكرة حلقة اليوم الأخ معد الزكري، ولو عجبتكم الحلقة يا حبايب اكتبوا لي آراءكم في التعليقات، ولا تنسوش تكتبوا لي تعليق مليح علشان هدار يستمر، ولو فيكم طافة نزلتوا تشوفوا المصادر في صندوق الوصف. سلام يا حبايب.